بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سنخصصه للحديث عن صلاة المريض، الصلاة التي خففها الله تعالى على المريض وجعله يؤديها بالقدر الذي يستطيع إليه، كما أننا نتحدث بإذن الله تعالى عن جملة من الأحكام المتعلقة كذلك بالصيام والصلاة والزكاة، طمعا في أن نستوعب الأسئلة التي يرغب الإخوة في طرحها. وإلا فإن النصيب الأكبر سيكون لصلاة المريض، وهو عنوان مهم جدا، لأن الناس يحتاجون بالفعل إلى أن يتعرفوا على كيفية صلاة المريض والأحكام التي تلفها كلها، حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي عبادته بإتقان. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، المستشار العلمي بمكتب المفتي العام للسلطنة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعزائنا الكرام، أرقامنا سترونها ظاهرة على الشاشة بإذن الله تعالى بين الحين والآخر، كما أننا سنذكركم بها خاصة للذين يستمعون إلينا كذلك عن طريق الإذاعة. فضيلة الشيخ، لنبدأ بهذا السؤال العام بداية، كيف تكون أو كيف يصلي المريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه ينبغي للمؤمن أن يتفقه في أمر دينه فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بغيرها من العبادات، فكم من شخص لم يتفقه في أمر دينه وعرضت له مسألة من المسائل ولم يدري ما يصنع فيها، فأداها على غير الوجه الشرعي المطلوب، أو أنه لم يؤديها لظنه بأن تلك العبادة لا تلزمه في ذلك الوقت أو على تلك الحال أو ما شابه ذلك. وإن من العبادات التي يقصر فيها كثير من الناس تلك العبادات الصلاة في حالة المرض، فإن كثيرا من الناس لا يؤدون الصلاة في حالة المرض إذا كان يتعلق به شيء مما يتعلق بالبول والغائط أو ما شابه ذلك، ظنا منهم بأن الصلاة لا يمكن أن تؤدى على هذا الحال أو ما شابه ذلك، ومنهم من يزعم بأنه سيقضيها بعد ذلك. والعبادة ما شرعت من أجل أن تقضى، وإنما في الأصل إنما شرعت من أجل أن تؤدى على الوجه المطلوب، والله تبارك وتعالى من فضله أن خفف على عباده، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، ومن لم يستطع على جنب فإنه يصلي وهو مستلق، هكذا جاء في الحديث، من لم يستطع على القيام يصلي وهو قاعد، ومن لم يستطع وهو قاعد يصلي وهو على جنب، هكذا جاء في الحديث عن عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي أن يدرس الناس معنى هذا الحديث وأن يطبقوه في كل حالة من حالات المرض، وما لم يأتي في الحديث فإنه يستنبط منه أو من غيره. فالمريض إن كان يستطيع على القيام فلا بد من القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة التي لا يصح أو لا تصح العبادة إلا بها. وكذلك بالنسبة للركوع، إن كان يستطيع على الركوع فلا بد من الركوع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وهكذا بالنسبة إلى الجلوس والقعود إلى غير ذلك مما هو معروف من أحكام الصلاة. والإنسان أمين نفسه، فإن استطاع على القيام ليس له أن يصلي وهو قاعد، وهكذا بالنسبة أن لو استطاع على القعود فإنه ليس له أن يصلي وهو على جنب. هذه هي إذن الصلاة، وعلى جنب الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، ولكن بشرط ألا يسبب له ذلك مرض أو بأن يزيد المرض أو ما شابه ذلك، لأن الإنسان قد يكون يتألم من جهة يمينه أو ما شابه ذلك، فيأتي بما هو أقرب إلى الخشوع. إن استطاع على اليمين بأن تساوى الأمران معه ف
فليصلي وهو على الجنب الأيمن، وإن رأى أن الخشوع أقرب إليها بأن يستلقي على الجانب الأيسر فإنه يستلقي على الجانب الأيسر، وإن لم يستطع فليستلقي على ظهره بأن يجعل رجليه إلى جهة الكعبة، بحيث إنه لو استطاع لو قام لكان مستقبلا للقبلة، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب نأتي إلى الإنسان الذي يصلي وهو عاجز عن الإيماء، كيف يصنع؟ هو في الأصل الإيماء سهل، لكن قد يشتد المرض ولا يستطيع الإنسان على الإيماء، فإذا لم يستطع على الإيماء بأن يومي برأسه إلى الركوع والسجود ويجعل الإيماء إلى السجود أقرب إلى الأرض من الإيماء إلى الركوع، هذه هي صفة الإيماء. فإن لم يستطع على الإيماء فقد ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يومي بعينيه، ولا دليل على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تروى رواية عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تلك الرواية لا تثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما دامت غير ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه فلا يصح الاعتماد عليها، ولعل من قال بذلك اعتمد على هذه الرواية ظنا منهم بأنها ثابتة، وما دام الأمر كما ذكرناه فلا يعول عليها ولا يؤخذ بها. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يومي بعينيه، وإنما يستحضر النية بأنه الآن في ركوع وبأنه الآن في سجود وهكذا. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة تسقط عنه، وهو قول غريب عجيب، كيف تسقط عنه الصلاة وهو يستطيع على الإتيان بالقراءة مثلا ولكنه لا يستطيع على الإيماء؟ هذا قد يكون الإنسان كسرت رقبته أو ما شابه ذلك، ولا يستطيع أن يحرك رقبته أو ما شابه ذلك، ويستطيع على الإتيان بالقراءة ويستطيع على الإتيان بالتعظيم وبالتسبيح وإلى غير ذلك. فالحاصل إن لم يستطع على ذلك يأتي بما استطاع عليه، يأتي بالقراءة وبالتسبيح وبالتكبير حتى للركوع، يكبر وينوي الركوع بقلبه ويكبر وينوي السجود بقلبه وهكذا. وإن لم يستطع على القراءة فإنه ينوي أيضا الصلاة وينوي بأنه قائم وبأنه يقرأ وبأنه يركع وبأنه يسجد وهكذا. طيب شيخ، هل للإيماء حد معين أم يكفي حركة بسيطة فقط؟ إلى السجود يكون أخفض من الركوع، والركوع يكون أعلى من السجود. بعض المرضى يكونون راقدين على السرير وتلف الرقبة بلفافة بلاستيكية لا يستطيع معها الحركة، لكن يستطيع أن يتحرك ولو بسيط إن استطاع أن يتحرك ولو بحركة بسيطة وكان ذلك لا يضر بمرضه فإنه يصنع ما استطاع عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالحمد لله، هذه نعمة عظيمة في ديننا فسحة، والحمد لله سبحانه وتعالى تيسير من الله سبحانه وتعالى على العباد. لكن العباد للأسف، أو وأقصد بذلك فئة منهم، لا يتعلمون أمور دينهم، فإذا كان لا يستطيع كذا ترك الصلاة أبدا، يتكل على القضاء أو يتكل على القضاء أو ما شابه ذلك. والقضية أنهم لا يسألون، وعندما يقع الواحد في قضية لا يعرف أن يسأل أو يستحي من السؤال بأن يأتيه بعض أصحابه بأن يأمره بأن يسأل له أهل العلم، يستحي بأنه لا يصلي أو ما شابه ذلك. فالصلاة عمر موقوت، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات معينة محددة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز تأخيرها عنها. طيب فضل الشيخ، هذا فيما يتعلق بموضوع الحركات في الصلاة، فماذا عن الأقوال؟ الأقوال إن استطاع على الإتيان بها فذلك، وإن لم يستطع فليقف بمقدار الفاتحة وهكذا بمقدار التشهد. والله تبارك وتعالى غفور رحيم. في من كان يصلي فضيلة الشيخ يصلي جالسا واستطاع القيام، هل يلزمه؟ نعم، من كان يصلي وهو جالس واستطاع على القيام فإنه يلزمه القيام،
وفي حالة قيامه لا يقرأ، يسكت حتى ينتصب قائما ويواصل. مثلا لو وصل إياك نعبد وإياك نستعين وحس بخفة بقدرة على القيام فإنه يقوم ولا يقرأ في حالة قيامه حتى ينتصب قائما تماما، وعندما ينتصب يواصل صلاته من الموضع الذي وصل إليه. نعم. طيب إذا كان يصلي واضطر للجلوس من القيام الأمر كذلك. نعم. لكن بعض العلماء قال بأنه يواصل القراءة حتى وهو على هيئة الجلوس، فرقوا بين المسألتين، حتى وهو يجلس فرقوا. نعم. بين الجهتين، بأن القيام أعلى، بأن القيام هو فرض القراءة وهو الركن الذي تؤدى فيه القراءة، إلا وإنما أبيح للجالس للضرورة القصوى التي لم يستطع معها بأن يقوم، بخلاف الجلوس فإنه يقرأ. وبعض العلماء يقول بأنه لا يقرأ، والأسلب له والأحوط بأنه خلال قراره يسكت ثم يواصل القراءة خلفه وهو جالس، وإن واصلها وهو خار إلى الجلوس فلا بأس عليه على مذهب بعض أهل العلم. هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالموضوع، لكن نأخذ هذه المكالمات الآن. الأخ خالد الوهيبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ سعيد؟ الحمد لله وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. عافاك الله الأخ خالد، أهلا بك. الله يسلمكم. بس عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتم. تفضل. السؤال الأول، ما هي الحالات التي بسببها يشرع للمصلي أن يأتي بحركات خارجة عن حركات الصلاة؟ مثل ماذا مثلا؟ مثلا يعني لو عنا له أمر، مثلا أراد أن يحك رأسه مثلا، أو أراد أن يقوم لي مثلا قتل آفة، مثلا آفة ضارة. نعم. على سبيل المثال. جميل. نعم. سؤال آخر، هل يجوز المرأة أن تقطع صلاتها في حال أن طلب منها زوجها يعني ذلك، وهو طريح الفراش لا يقدر على الحركة وهي لا تعرف مدى حاجته؟ نعم. نعم. جميل. سؤال آخر، نعم، هل يجب للمتأخر عن الفريضة في صلاة العشاء أن يصلي السنة قبل الدخول في التراويح مع الجماعة؟ نعم. جميل، بارك الله. أسئلة جميلة يا خالد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نأخذ يوسف المصلحي أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله. عندي سؤالين. تفضل أخي يوسف. السؤال الأول، نعم، يعني رجل مريض أيضا يصلي، نعم، يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ويستطيع السجود. نعم. يعني هل مثلا يضع عند الكرسي، يعني بعض الناس يضع الكرسي يقوم يعني قيام، وعند الركوع يجلس في الكرسي، وعند السجود ينزل من الكرسي إلى السجود. نعم. أم يرخص له أن يجلس السجود؟ سؤال ثاني، نعم، في المستشفى إذا لا يوجد ماء ولا تيمم، المريض لا يستطيع أن ينزل من سريره. نعم. كيف يتوضأ وكيف يصلي؟ جميل. السؤال الأخير، طيب، المريض الذي يعني يثعب دما ولكن بعقله يستطيع أن يقرأ بلسانه الصلاة، نعم، ولكنه يخرج منه الدم، فكيف تكون صلاته؟ جميل. طيب أحسن، شكرا على هذه الأسئلة الجيدة، شكرا جزيلا لك. أيضا الأخ سيف العوفي. نعم. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله بالخير. الله يمسيك بالخير. عافاك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. ساكن بصحة جيدة. طيبين الحمد لله. تفضل أخ سيف. سؤال الأول أخ سيف، في حالة إصابة الشخص بوعكة صحية وحضر وقت صلاة المغرب، وكان ذلك الشخص المريض بالمشفى وبه سقاية، نعم، فهنا هل يقرأ الصلاة وهو على السرير أم يؤخرها ويجمعها مع صلاة العشاء؟ نعم. وكذلك إذا حضر وقت الصلاة وهو يتألم من شدة المرض، نعم، فهل يؤخر الصلاة حتى يخف عنه الألم، لأن في حالة الألم لا يعرف بما يقول؟ نعم. سؤالي الثاني، هل يجوز قصر الصلاة الرباعية في حالة المرض أي الفرائض من غير سفر؟ جميل. وكذلك من باب الاحتياط، هل تعاد الصلاة بعد الشفاء؟ طيب انت السؤال الأول، هذا الشخص الذي يعني معمول له سقاية ما مسافر، ما كذا كل مسافر؟ لا ما مسافر، ما مسافر في المستشفى. طيب بيكون هذا السؤال الأخير يشمله، يعني وحضر صلاة المغرب، نعم، يعني هل يقرأ الصلاة وهو على السرير أم يؤخرها لحد صلاة العشاء؟ طيب
شكرا لكم اخي سيف. شكرا جزيلا. شكرا لك سيف. الاخ علي الحميدي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ علي وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ عافاك الله الاخ علي، اهلا بك. عندي سؤال واحد في صلاه التهجد. تفضل. فايهما افضل الصلاه تصلي، صلاه التهجد تصلي في المسجد ام في البيت؟ طيب. زين شكرا. شكرا جزيلا. اسئله مهمه جدا. طيب ناتي فضيلة الشيخ قبل اسئلة الاخوة الى من لا يستطيع السجود على جبهته، كيف يصنع؟ كان يكون مثلا نقول اجريت له عملية في عينيه او عنده صداع شديد اذا سجد لا يستطيع استيعاب السجود. اذا كان لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض بان كان بها جرح مثلا، نعم، فيجد ألبا شديدا من ذلك فليسجد على يديه وركبتيه، وان استطاع على انفه، وان لم يستطع على الانف فاليد من الأرض قدر طاقته ولا يكلف فوق طاقته. الأخ يوسف يقول هذا الشخص يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع الركوع وإنما يستطيع السجود، هل يجلس حالة الركوع على الكرسي مثلا؟ أولا لا يكلف فوق طاقته، يقوم يأتي بالقيام، القيام لابد منه، ويومي إيماء للركوع وهو قائم، نعم، ثم يسجد، وإن كان يجلس على الأرض أو على الكرسي لا إشكال في ذلك، الأفضل أن يجلس على الأرض، ولكن إن كان يشق عليه ذلك فليجلس على الكرسي. نعم. الأخ خالد يسأل هل هناك حالات معينة يشرع فيها للمصلي أن يأتي بها بحركات خارجة عن إطار الصلاة؟ لا، وأما إذا شاهد مثلا ثعبانا أو شاهد عقربا أو ما شابه ذلك فليقتله ولا شيء عليه، بل هو مطالب بذلك. هل يصح له أن يفتح الباب أثناء الصلاة إذا دق أحدهم الباب؟ لا، ليس له ذلك في النفل والفرائض أيضا. أي نعم. نعم. طيب المرأة إذا كانت تصلي وزوجها مريض وطلبها لأمر معين مثلا أن تقوم به نظرا لحالته الصحية، هل لها أن تقطع الصلاة؟ أن تواصل الصلاة لكن تخفض القراءة، إذا كان الشارع في سورة طويلة فلتقرأ ما تيسر شيئا قليلا ولتركع ولتسجد ثم تذهب إلى زوجها، اللهم إلا إذا ناداها بأن ثعبانا مقبلون إليها أو أن عقربا أو نحو ذلك من الأمور التي لا بد منها. نعم. طيب النافلة أمرها أيسر، إذا كانت في نافلة بإمكانها أن تقطع الصلاة. المتأخر عن صلاة التراويح ولم يصلي السنة، هل يصلي السنة أولا مثلا سنة العشاء أم يدخل في التراويح مباشرة؟ الأمر إليه، بإمكانه أن يصلي السنة حتى مع الإمام الذي يصلي التراويح، يصلي السنة صلىها مفردا أو صلىها مع الإمام الذي يصلي التراويح لا إشكال فيه. نعم. نعود إلى صلاة المريض. الأخ يوسف يقول أيضا المريض في المستشفى المرقد لا يستطيع أن يتناول الماء، أن يتوضأ بالماء، كما أنه لا يوجد تراب، كيف يصنع؟ إن كان هناك من يمكنه أن يعينه بأن يوضئه أو يساعده على الوضوء فذلك المطلوب، وإن لم يمكن فليطلب من بعض أصحابه بأن يأتيه بتراب وليضعه على سريره أو في موضع قريب منه وليتيمم به، لكن لو قدرنا بأنه في تلك اللحظة لا يوجد من يمكن أن يأتيه بذلك ورفض من في المستشفى من يأتيه أن يأتيه بشيء فليصلي كيفما استطاع ولا شيء عليه، لكن إذا كان الوقت من الأوقات التي تشترك مع غيرها، الصلاة تشترك مع غيرها مثلا في وقت الظهر وهو يعلم بأن بعض الزوار سيأتيه في وقت العصر فليؤخر الصلاة ولو كان في وطنه، فليؤخر الصلاة إلى صلاة العصر، لكن وعندما يأتيه بعض أصحابه فليطلب منهم بأن يأتوه بالتراب من أجل أن يتيمم ولو أخر كما قلت الصلاة، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين، لكن لابد من أن يصلي الظهر أربعا وكذلك بالنسبة إلى العصر يصليها أربعا. نعم. الأخ أسامة يقول من الموقع من كان به جرح لا يقبل إيصال الماء إليه، هل يتيمم تيمما أحدهما للوضوء وآخر للجنابة إذا كان مجنبا، وإذا انتقض أحدهما هل ينتقض الآخر؟ لكن لا يستطيع على الوضوء؟ نعم، كان لا يستطيع على الوضوء وبه جنابة، فبعض العلماء يقول يتيمم للجنابة ويتيمم تيمما آخر بدلا عن الوضوء، وبعضهم يقول يجزيه تيمم واحد وهو الأقرب إلى الصواب. نعم. الأخ حمد من بدية يقول امرأة حامل في أول حملها تعاني من آلام في ضرسها
ويجب نزعه. فقال لها الطبيب بأنه لا بد لها من إبرة التخدير عند النزع، وهذه الإبرة قد تضر بالجنين. فأصبحت في حيرة من أمرها بين أن تحمل آلام السن لمدة قد تصل إلى 8 أشهر والضرر الذي يلحق الجنين، فبما تنصحونها؟ لا ندري كان هنالك ضرر بالجنين فلتصبر. نعم. وممكن أن تستخدم بعض الأدوية التي لا تضر بالجنين. أبو صالح يقول: كيف تكون وضعية اليدين لمن صلى جالسا في حال القيام والركوع والسجود والقعود؟ اليدين في الحقيقة لم يأتي حديث في هذه القضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم يقول يجلس كجلوسه للتشهد، وبعضهم يفرق يقول بخلاف ذلك، بعضهم يقول يجلس متربعا لحديث رواه النسائي، ولكن بعضهم يعل هذا الحديث. نعم. وهو بحاجة إلى النظر، لأن له متابع، لأن لراويه متابعا فيما أحسب، فإن ثبت هذا الحديث فالأخذ به، ولكن الحديث أعل ولا بد من التثبت من ثبوته فيما ولا بد من التثبت من ثبوته قبل القول به. وبعضهم يقول بأنه يسبل يديه، فالحاصل المسألة ليس فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأخ يوسف من ضمن أسئلته أن يقول: في من يعني المريض الذي يثعب دما، هل يتوضأ على تلك على كيف ما اتفق؟ نعم، يتوضأ قبل إرادته الصلاة مباشرة، يتوضأ ويصلي بعد الوضوء مباشرة ولا شيء عليه. نعم. وهذا أيضا المرأة إذا كان بها استحاضة، وكذلك الرجل أو المرأة إذا كان بهما سلس البول، الوضوء يكون قبل أداء الصلاة مباشرة. نعم. الأخ سيف يقول: مريض وضع على السرير وعملت له سقاية ولا يستطيع يعني في تلك اللحظة أن يخرج أو أن يترك سقاية أو شيء، هل وليس مسافرا، هل يجمع الصلاتين؟ أما نعم إذا كان وقت جمع، أما إذا كان صلاة الفجر فصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، فلا بد أن يصلي على تلك الحال إن نعم. كانت ذلك استغرق الوقت كله. أما إذا كان الوقت متسعا بأن كان مشتركا بين صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء، ويجمع أيضا بين الظهر والعصر ولو كان في وطنه، إلا أن الفرق وينبغي أن ينتبه، لأن كثيرا من الناس يأخذون الإجابة على غير وجهها المطلوب. لا بد من أن يصلي الظهر 4 والعصر 4 حتى لو جمع، ويصلي المغرب 3 والعشاء 3، هذا إذا كان في وطنه. نعم. نأخذ مكالمات. الأخ سيف الوهيبي. الأخ سيف. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال المشايخ؟ عافاك الله، الحمد لله، نشكر الله. في الحقيقة لدي عدة أسئلة متنوعة. نعم. السؤال الأول بخصوص المريض، إذا كان أجريت له عملية وراح في غيبوبة وفاتته بعض الصلوات، فهل عليه فهل يلزمه القضاء؟ نعم. السؤال الثاني، شاب كان في السابق يصلي بدون تكبيرة الإحرام جهلا منه بفرضيتها ومشروعيتها، فماذا يلزم بالنسبة للصلاة؟ وأيضا كان بالنسبة للصوم، حيث أنه كان يصلي بنفس الصلاة أثناء صيامه. نعم. والسؤال الثالث، بالنسبة للرجل في بيته إذا صلي بأهله، فكيف يصف زوجه وأولاده الذكور والإناث؟ نعم. والسؤال الأخير، بالنسبة يوجد الحين مطهر كحولي يستخدم يعني الغسل اليدين للوقاية من المرض المنتشر في الفترة الأخيرة. نعم. ماذا بالنسبة للصوم إذا كان يستخدم هذا المطهر أثناء نهار رمضان؟ طيب. شكرا جزيلا. شكرا. الأخ جلال البسامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جلال. جزاكم الله بالخير. الله يمسك بالخير والنور. عندي سؤال لو سمحت. أهلا بك. صلاة. نعم تفضل. هل يجوز أن أصلي قيام الليل جماعة مع زوجتي، أو أوتر جماعة أنا وزوجتي في البيت؟ هذا سؤالي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا لأخ بسام. أخ جلال. محمود العلوي. وعليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عافاك الله الأخ محمود، أهلا بك. سمحتم معي 3 أسئلة. نعم. ما حكم الصلاة خلف الإمام وهو يقرأ من المصحف؟ نعم. وما حكم الصلاة خلف الإمام وهو مسبل؟ نعم.
وكذلك الفترة مسبل، يعني هل صلاتنا يعني صلاة الجماعة باطلة أم ماذا؟ جميل. طيب شكرا جزيلا. هذه أسئلة تطرقنا إليها كثيرا. شكرا أخ محمود. محمود المندري أيضا. محمود المندري، يا محمود، ليست هذه عادتك. محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مساك؟ الحمد لله أخ محمود. كيف حالك؟ الحمد لله، عافاك الله. لك بارك الله فيك. تفضل. لو تسمع عندي أسئلة، لكن حقيقة احنا مخصصينها كنا عن ليلة القدر، ما أعرف كانت تطرحوها. أظن أن وقتها يعني ليس مناسبا الآن، وإن كان يعني لازلنا في العشر الأواخر، لكن تحتاج إلى تفصيل كثير. سبحان الله. ما رأيك شيخ؟ إذا كان المريض الأسئلة كثيرة. أسئلة المريض كثيرة جدا أخ محمود. زين، سؤال بس. أعطينا سؤالا عن صلاة المريض. سؤال في حال السجود. نعم. ما الأدعية الثابتة عند الشيخ في حال صلاة النفل التي تقال في حال السجود وبين السجدتين؟ نعم. بارك الله فيكم. شكرا لك محمود، مشكور على سؤالك الطيب. حضرة الشيخ، أيضا من ضمن الأسئلة، إذا منعه الطبيب من السجود، نحن أنتم تكلمتم عن موضوع السجود، نعم. هل ذلك يشمله؟ لكن منع الطبيب، نعم، السجود ركن من الأركان التي لا تصح بها الصلاة، إلا نعم. من كان لا يستطيع أن يسجد فهو معذور، فإذا منعه الطبيب، لكن لابد من أن يسأل الطبيب ما السبب، عن السبب وما مقدار الضرر أن لو سجد، لأن بعض الأطباء لا يتقون الله تبارك وتعالى ولا يبالون، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، فإن كان يثق بهذا الطبيب، بعض العلماء قال ولو كان كافرا، إذا كان ثقة، إذا كان عارفا بهذا الفن متقنا له، فإذا نهاه عن ذلك وأخبره بأنه سيصيبه ضرر أو لو سجد فإنه معذور من السجود واليوم إليه إماعا. نعم. سؤال الأخ سيف، هذا يعني رجل عنده ألم شديد جدا لا يستطيع معه استيعاب الصلاة، في هذه الحالة حضر وقتها، هل يؤخرها؟ أما أن يؤخرها حتى يخرج الوقت فلا. نعم. أما أن يؤخر عن بداية الوقت فنعم. نعم، إذا كانت الصلاة من الصلوات التي تشترك مع غيرها، كما قلنا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فبإمكانه أن يصلي في وقت الصلاة الثانية، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في وطنه من غير مرض ومن غير سحاب ولا مطر، جمع صلوات الله وسلامه عليه من أجل رفع الحرج عن الأمة، وذلك أسهل بكثير، وهذا بحاجة أشد من ذلك. فإن كانت الصلاة تشترك مع غيرها فنعم له أن يؤخرها ولا شيء عليه. نعم. سؤال أخ سيف، المريض الذي أجريت له عملية ودخل في غيبوبة، الصلاة هنا هل تسقط عليه عنه مثلا؟ إذا يعني ليس هنالك دليل قوي يمكن أن يعتمد عليه في هذه القضية، ولكن بعض العلماء يقول بإذا مضى في غيبوبته، إذا مضى عليه يوم وليلة فلا إعادة عليه، أما إذا كان أقل من ذلك فعليه الإعادة. ومنهم من يقول بأنه لا إعادة عليه إذا مضى عليه وقت الصلاة كاملا من أول الوقت إلى آخره، وكذا إذا مضى عليه وقت الظهر والعصر كاملا أو وقت المغرب والعشاء كاملا، وهذا القول في حقيقة الواقع أقوى فيما يظهر لي. نعم، أردتم الإكمال؟ كفى. نعم. طيب نأخذ سؤاله على الأقل، أيضا الشاب الذي يصلي بدون تكبيرات الإحرام جهلا منه. سبحان الله، سبحان الله، كيف يجهل الإنسان هذا الأمر؟ لماذا لم يقرأ في تلقين الصبيان أو في غرس الصواب أو في شيء من الكتب المختصرة؟ ولماذا لم يسأل أهله وقاربه؟ فهذه المسألة من الأمور المعلومة التي لم تختلف الأمة فيها. نعم، يحكى قول شاذ بأن تكبيرة الإحرام نفل وليست بفريضة، ولكن هذا القول من الشذوذ بمكان، فلا يجوز الاعتماد عليه ولا الأخذ به، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها خاصة الفرائض. نعم. وإذا أمكن يعيد سنة الفجر والوتر ولو ركعة. المطهر الذي يستخدم يسأل عن الصيام هو أيضا، يا عم هل يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر عن صيامه، لأنه لم ينوي انتهاك حرمة الشهر، لم ينوي
لم ينوي المعصية ولكنه وقع فيها بسبب جهله فلا يؤثر ذلك عليه في صيامه إن شاء الله. إن شاء الله. الذي يصلي بزوجته وأبنائه كيف يكون صفهم معه في الصلاة؟ يصف الأولاد الذكور خلف الإمام. نعم. وتصف النساء خلف الأولاد. وإذا لم يكن هناك ذكور نساء فقط خلف, يكون صفهم؟ خلف الإمام خلف. وإذا كانت زوجة فقط أين صفها يكون؟ بعض العلماء يقول تكون عن يسار الإمام، وبعض العلماء يقول تقف خلفه وهو الذي أراه. نعم. المطهر الذي يستخدم للوقاية من هذا المرض هل يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر على الصيام. نعم. طيب، من لا يستطيع التحكم في السبيلين كيف تكون صلاته؟ من لم يستطع التحكم في السبيلين يصلي ولا بد. نعم، إن كان لا يستطيع في هذه اللحظة ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتحكم فيهما فلا بد من أن ينتظر حتى يتحكم فيهما ويصلي. أما إذا كان لا يتحكم فيهما طول مدة الوقت فليتوضأ وليصلي ولو كان البول منه يقطر أو هكذا بالنسبة إلى الغائط، ولكن ليجعل شيئا يحول بين ثيابه وبين البول بأن يربط على إحليله شيء مثلا. نعم. ما حكم الوضوء من غسيل الكلى؟ نعم، ذلك واجب لأن الدم يخرج ثم يعود إليه مرة أخرى، وبسبب خروجه ينتقض الوضوء فعليه أن يتوضأ، وبسبب دخوله في جسمه ينتقض الصيام وعليه أن يعيد الصيام، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا طبعا في من كان متوضئ، وإلا فهو الغسيل لا يوجب الوضوء مثلا. خروج الدم. خروج الدم. خروج، لأن الغسيل يعني يخرج الدم ثم يعود مرة أخرى. نعم. يعني كان متوضئا فأجريت له هذه الغسيل الكلى ينتقض وضوء. ينتقض وضوء. نعم. وينتقض صيامه أيضا. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، إذا كان يخشى أن يفوته وقت الصلاة وهو في حالة غسيل الكلى، هو غالبا 4 ساعات تقريبا، 4 ساعات. نعم. ينظر إن مثلا في وقت الظهر والعصر وهو الغالب في النهار. نعم. إن أمكن أن يصلي قبل الغسيل فذلك هو، فليصلي جمعا بين الظهر والعصر، وإن لم يتمكن فليصلي في وقت العصر الظهر والعصر معا. نعم. سواء كان مسافرا أو كان مقيما، إلا أن المقيم لا يقصر الصلاة بخلاف المسافرة. جميل. نأخذ حمد الحسني. أخ حمد، حمد الحسني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأخ حمد، حياكم الله. أهلا بك ومرحبا. بارك الله فيك. ولدي البعض مسألة. تفضل. السؤال الأول، ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله بأن الشخص إذا أحس وهو جالس القدرة على القيام بأنه يقوم، طيب هل يعني يمكن يعني أثناء جلوسه أن يختبر يعني يحاول القيام ولا لا يشتغل بذلك؟ واضح؟ واضح. السؤال الثاني، إذا دخل طفلان بعد انتهاء الجماعة الحاضرة من الصلاة فأراد الصلاة جماعة، فدخل شخص بالغ فنبه إذا أراد يصلي معهم فلم يعني يصلي بهما وإنما صلى منفردا، وصلى ذلك الطفلان يعني جماعة، هل تنتقض صلاته؟ أيضا هذا المسألة، لو كان ذلك الشخص يعني هو دخل المسجد وأجل طفلين يصليان، أراد الصلاة فنبه بعض الحاضرين فلم يلتفت إليهم وإنما صلى منفردا. نعم. وصلي أولئك الطفلين أو ذلك الطفلان جماعة، هل تنتقض صلاته؟ جميل. وفي حالة أنه لو كان ذلك الرجل الكبير البالغ مسبل، هل ينصح الطفلان بالصلاة خلفه؟ نعم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يحيى. نعم. تفضل يا أخي يحيى. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال طيبين. الحمد لله، نشكر الله. جزاكم الله بالخير. أهلا بك يا يحيى، الله يمسك بالخير. عندي سؤال واحد. تفضل. أثناء الركوع. نعم. تفضل. أحس بألم شديد يعني، فما حكم ذلك يعني؟ الألم لا تحتمل. أيوة، لما ترجع تحس بألم شديدة. أها. طيب. نسأل الشيخ عن مقدارها إن شاء الله. شكرا جزيلا. حسنت. الأخت سامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تروحت عندي سؤال. أهلا بك، تفضلي.
اكتشفت ان اصلي صلاه التراويح خطا، بمعنى ان اصليها كنت صح اصلي 4-4، لكن بعد كذا ركعتين اكرت حياتي على الظهر. ما فهمنا اكثر، فهمينا اكثر. نعم يعني اعيدي السؤال مره اخرى. كيف بعد التحيات؟ بعد الركعتين الاوليات ايوه اكرت حياتي على الظهر. جميل، وبعد ذلك؟ وبعد الركعتين الثانيه بعد 4 ركعات اكرت حياتي كلها وسلم. يعني المشكلة هنا أنك ما تسلمي بعد الركعتين الأوليين؟ لا ما تسلمي؟ لا لا ما أسلم. هتقومي وتكمل الركعتين الأخريات؟ أيوة. طيب طيب شكرا جزيلا. شكرا. طيب فضيلة الشيخ، الآن الذي يتوضأ ولفت يده مثلا بلفافة لأن جرحا معينا فيها، تلك اللفافة فيها الدم، هل يؤثر على وضوءه؟ هو لا يستطيع، هل يستطيع ان يقوم بنزعها ووضع ربما فيه مشكله حركه لفاف اخر؟ فان كان بعض. نعم تفضل. فان كان يستطيع فليفعل ذلك، وان كان لا يستطيع خاصه بان يعرف مثلا بانه لو وضع لفافا اخر ايضا يمتلي بالدم او ياتيه الدم، فنعم يتوضا ويمسح على هذا اللفاف ولا شيء عليه. نعم. طيب الأخ جلال طبعا يسأل عن صلاة التهجد بزوجته، هل فيه شيء؟ يصلي مثلا؟ لا بأس بذلك. نعم. وسؤال الأخ علي الحميدي في هذه الحالة، نحن نطرح هذا، ندخل هذه الأسئلة نظرا للإعلان الأول، هل أفضل أن يصلي التهجد في جماعة أم في بيته مثلا؟ لا شك بأن الأفضل له أن يصلي التهجد، والتهجد غير التراويح. نعم. يصلي في بيته. نعم من دون الجماعة. قلت الأفضل. الأفضل أن يكون الإنسان التنفل يكون في بيته. نعم. إلا إذا كانت هنالك مصلحة بأن كان هو يصلي بالجماعة أو ما شابه ذلك ويجمع الناس فينظر إلى هذه المصلحة. نعم. طيب يا شيخ كيف تكون صلاة الأبكم؟ والآن الأخ سعيد يترجم للإخوة. يصلون كيف ما استطاعوا. نعم. يأتون بما استطاعوه من هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. نعم. لكن يستطيع أن يكيف الفاتحة، فليكيف هذه القراءة وليأتي بالأركان التي وليأتي بالأفعال على ما هي عليه. يكيفها إذا كان يستطيع قراءتها مثلا؟ إذا كان يستطيع القراءة فليأتي بالقراءة ولا بد. يعني يتخيلها في ذهنه؟ نعم. وإن كان فهو يحفظ الفاتحة مثلا في ذهنه. نعم. في حافظته يحفظها كتابة إذا كتبها مثلا، ويحفظها في حافظته. نعم. فهو يجعل نفسه يقرأ وإن كان لا يستطيع أن ينطق. نعم. يكيف القراءة. نعم. إذا كان أراد أحدهم أن يؤم رفاقه من البكم يصح له ذلك؟ لكن كيف لا يسمع؟ لا يسمعون يعني صمتا، لا يسمعون، لا يدرون بأنه يركع ويسجد إذا كان بالنظر. لا أدري إن أمكن ذلك، لكن لماذا لا يذهبون إلى المسجد أو إلى أي مكان آخر؟ نعم. ويصلون مع الجماعة، فالجماعة يدركون لأنه سيحس بالشخص الذي يقف عن يمينه أو شماله بأنه يركع ويسجد ويتابعه على ذلك. نعم. طيب شيخ، هذا رجل ابتلي ببخر الفم لمرض عنده، هل يعذر من صلاة الجماعة؟ إذا كان لا يستطيع أن يعالجه بالمعاجين وما شابه ذلك، لا تفيد هذه الأشياء، لا تجدي شيئا، فنعم، لأن من أكل، رسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المصلي، أن يقرب المسجد لئلا يوذي، وهذا موذي. نعم. لكن يحاول هو أن يستخدم المعاجين التي تزيل هذا الداء. نعم. طيب الأخ حمد يقول إذا كان المريض يصلي جالسا هل له أن أنتم قلتم إذا كان يستطيع القيام يمكن أن يقوم ويصمت إلى أن يقف، لكن هل له أن يختبر نفسه وينشغل بهذا الموضوع؟ هل يستطيع القيام أو لا يستطيع؟ هذا ما يحتاج إلى شغل كبير. نعم. الاستطاعة موجودة معروفة، فإذا كان هو يجد في نفسه القدرة فليقوم. نعم. طيب سؤاله الثاني، الذي يدخل المسجد ويجد طفلين يصليان، ونبهه بعضهم بأن هناك من يصلي الجماعة ولكنه لم يصلي معهم، صلى منفردا، هل يؤثر على صلاته؟ اختلف العلماء في إمامة الطفل هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، والصحيح أنه إذا كان يأتي بالصلاة على وجهها الشرعي
فإن إمامته صحيحة بدليل الحديث، وبعض العلماء ذهب إلى عدم صحتها. فإن كان هذا الشخص يأخذ برأي من يقول بعدم صحة إمامة الطفل فلا شيء عليه، أما إذا كان يأخذ بالقول الآخر فإن صلاته باطلة. لكن لماذا لم يصلي هو إماما؟ لماذا لم يتقدم هو إذا كان يرى، مع أنهم قد طلبوا منه ذلك؟ فهذا الشخص أسلم له أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعيد تلك الصلاة، خاصة إذا كان يعرف بقول من يقول بإمامة الطفل، إلا إذا كان الداء هو ما ذكروه في السؤال بأن ثوبه لا يصلح للصلاة. أيضا معنى ذلك أنه يتوب إلى الله ويعيد صلاته. طيب فضيلة الشيخ، السؤال الآخر يتعلق بقضاء القضاء صلاة المريض. المريض ربما يعني جهلا منه يترك الصلوات ولم يلتزم بالكلام الذي قلتمه قبل قليل، فاتته صلوات وهو مسافر في بلد غربة مثلا، أجريت له عمليات هناك وترك أثناءها صلاة وجاء إلى وطنه، كيف تكون صلاته؟ على حسب ما فاتت. هذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم. فإن فاتته في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر فإنه يقضيها سفرية، هذا ما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم. هل يصح للمريض أن يصلي وهو متكئ على عصا؟ نعم، ذهب بعض العلماء بأنه يصح له ذلك، طبعا إذا كان لا يشق عليه هذا. الأخت سامية تسأل عن صلاة التراويح، تقول كانت في الركعتين الأوليين، بل قد يكون عليه إن كان لا يشق عليه ذلك. نعم، لكن جاء في الحديث إن لم يستطع فليصلي قاعدا، الحاصل أنه إذا كان لا يشق عليه فيصلي كذلك. نجيب على الأخت سامية فضيلة الشيخ، تصلي التراويح ولكن في الركعتين الأوليين تصلي إلى فيما مضى لا شيء عليها، ولكن لتتعلم بأن صلاة الليل مثنى مثنى. المريض الذي لا يستطيع التيمم بمفرده هل يستعين بغيره؟ نعم، بإمكانه أن يستعين بغيره، ييممه، بل ذلك مطلوب. نعم، وكذلك في حال الوضوء أيضا. نعم، يوضئه مثلا آخر. نعم، يمين. طيب المريض في الطائرة هل يعني مرقد على السرير، هل يسقط عنه موضوع استقبال القبلة؟ طبعا قد تكون الطائرة، يعني تعرف في هناك إشارات لموضوع القبلة في الطائرة، بل قد يكون حتى في الوطن على سرير. نعم، وهو مريض في شدة المرض. نعم، ووضعية السرير ليست على الوجه المطلوب. جميل، فللضرورة أحكامها، وهذا من يسر الدين والحمد لله. فإن استطاع أن يتجه إلى القبلة فذلك مما لا بد منه، وإن لم يستطع فلا يكلف فوق طاقته. نعم. طيب المبتلى بالرعاف كيف تكون صلاته؟ هل يصلي بأي طريقة كان أم كيف؟ يصلي على قدر طاقته ولا يكلف فوق ذلك، يعني الخروج يتوضأ قبل الصلاة مباشرة ويشرع في الصلاة، خروج الدم بعد ذلك لا يضر وضوءه، إذا كان الوقت يستغرق وقت الصلاة لابد من الصلاة. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، أسئلة عديدة تتعلق بصلاة المريض، وأظن أن الذي تناولناه الآن كاف. شكرا لكم فضيلة الشيخ على العطاء. بارك الله فيكم. شكرا لكم أعزائنا الكرام على المتابعة، وفي الغد بإذن الله تعالى سنتناول موضوعا مهما جدا وهو وسواس الإلحاد. الشيطان يغزو قلوب بعض المؤمنين فيدفع إليه بأفكار غريبة جدا تتعلق بالذات الإلهية، تتعلق بموضوع إيمانه، تتعلق بموضوع الشك واليقين. كيف يعالج المسلم الذي يغزوه الشيطان بمثل هذه الأفكار، كيف يعالج نفسه وكيف يطرد هذه الأوهام التي تأتيه بين الحين والآخر؟ كما أننا نتكلم بإذن الله تعالى عن بعض أولئك الذين يكتبون في مواقع شبكات المعلومات العالمية بما يشكك المسلمين في عقائدهم، إلى أن نلقاكم في ذلك اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.